هل الأطفال الصغيرين الإنترنت أو الكمبيوتر من غير نت حتى أو جيمز ممكن يأثر على اللغة بتاعتهم؟ آه، ده عند السن سنة واثنين وثلاثة ده ما بيتكلمش، وحتى لو بيتكلم تلاقي عنده 4 5 سنين ولسه بيقول إيه؟ كلمة واحدة أو إيه؟ أو كلمتين. أول خالص حاجة بتسأل عليها التلفزيون أو الجهاز التفاعلي بتخليه تدي له اعراض توحد اوتيزم، بتدي له اعراض ان هو بدا احس ان ابني بقى فرط حركه، بقت الحركه عنده زياده كتير، بدا الانتباه بتاعه يقل شويه، ابني بدا ينسى، ابن الدرجات بتاعته بدات تقل. واول حاجه بنقول يا جماعه ما ينفعش ان احنا نقعد على اجهزه تفاعليه غير تفاعليه زي اللاب او التلفزيون او ايا كان الايه المسمى كده. هو ليه مزايا، ليه حاجات كويسة، بس لو انا داخل عارف انا داخل بعمل ايه وهاخد الحاجة دي. منظمة الصحة العالمية اولا قالت لك ممنوع منعا بتة اي طفل عند سن 4 سنين يقعد قدام اي جهاز غير تفاعلي. ده اتقال كلام بس انا بتكلم في الواقع. لا لحظة بس خلينا مع بعض، وبعد كده يبدأ ان احنا نقعده ساعة ربع في ربع في ربع. طيب احنا تقولي لي المشغولات قاعدين مع بعض، خلينا قاعدين مع بعض، بس في فرق ان انت سايباه طول النهار بخلص شغل المطبخ، في فرق ان انا سايباه طول النهار وبكلم مامتي صاحبتي جوزي الكلام ده كله، في فرق ان انا قاعده معاه وقاعده بقى براقب ان هو ايه بيشوف. هو اولا ما ينفعش يقعد، يفضل ان انا في السن ده ان انا بتكلم بتحاور معاه، هو فهم اللي قدامه، فهم الحوار اللي بيحصل. اي حاجه ابنك هيتفرج عليها لازم الاول انت تتفرج عليها الاول، لان حتى بعض القنوات مش عايز اذكر قنوات سواء بقى ما اعرفش تيون ايه ولا الحوار ده كله، اه هي بتقدم حاجه، بس هل بنتكلم في علم النفس في حاجه اسمها تحليل محتوى؟ ممكن بتقدم قيمه او اتنين، بس تحت القيمه او اتنين دي في حاجات ايه بقى تانية غير أخلاقية، غير ممكن توصلوا حاجات تانية. حتة التليفون بعشرة ساعة مسافة الدرس تاب تابلت، هي كل الفكرة أنا أغرس، أنا أغرس في القيم، أغرس في العادات، أغرس في الأخلاقيات، بحيث إن هو لما يطلع ويتصادم يلاقي حاجة قدامه هتحس إن هو عاملة زي إيه؟ زي اللي أنت بتديله تطعيم أو تحصين، مش هيهتز. اه ممكن دماغه تلعب شويه بس ايه انت معلمه، ممكن يرجع لك، وممكن لو انا حسيت ان ابني بدا يعني حاجه بسيطه اللي بيحصل انا ابدا ايه مش اعمل كده، لان لو عملت كده هتكسر بالراحه. فكره المنع في حد ذاته، فكره ان انا قاعده بقى طول النهار عامل زي اللي معاه براقب، لا في جزء من الخصوصيه بس من خلال ان انا ثقفت عرفت علمت، لان للاسف احنا زمان زمان كان اخرنا تلفزيون في قناه 2 وبالكثير جدا تلاقي القناه 3 موجوده، دلوقتي لا النت وكل حاجه موجوده. انت قدام خير، انت قدامك ده قدامك، قلت لك ده حلال وده حرام، فانت تختار، انت له الحريه في ان هو يقيم الامور من ناحيه الكمبيوتر، في جوانب حلوه وجوانب وحشه، في جوانب حلوه وجوانب وحشه، وانت اللي تختار انت عايز خير ترى الخير، عايز شر ترى الشر، واسيب الموضوع بينك وبينك. بس هي الفكره ده امتى اقدر اقول له الحلال والحرام، وامتى اقدر اقول له ده هيودي الجنه وده هيودي النار؟ مش هقول هيودي الجنه، انا في بصي في حاجه عندي هي في فطره في الحاجات دي، يعني حتى الطفل الصغير بيعمل حاجه غلط بيستخف. في سن لما بنوصل ل 10 سنين مثلا بنبتدي نقول في حاجات مش كويسه، هو عارف الكويس وعارف اللي مش كويس، على فكره في حاجات اللي مش كويس ومش كويس. فانا بقول له التلفزيون في حاجات حلوه وفي حاجات وحشه، انت اللي عايز الفرق، انت جواك عايز يروح فيه، ولازم تدي القدر من الحريه دي في النقطه دي لسبب، هو يتعود يختار. ماما اصل في كذا وحش، انت ايه رايك؟ لازم في سن 10 11 12 لازم الجزء ده يبقى موجود، هو اللي يبقى حكم على بعض، هيغلط بس هيرجع للمرجوع للمرجع الديني اللي جواه هيحس بنفسه، مش هيستمر. فكره بس الحلال والحرام اللي او الصح والغلط، دايما ولادنا بيحكموا على تصرفاتهم وافعالهم ان هي مقبوله او غير مقبوله ايا كان المسمى بقى حلال حرام صح غلط، من رد فعل، من رد فعل. حد مثال بسيط، كلنا ككبار في السن الولد الصغير لما يبدا في سن سنه ونص سنتين يبدا يتكلم، اول حاجه بنقولها له ايه؟
لا اول حاجه بنقولها له ايه؟ لا اللي هي لا. في بعض الناس مثلا ايه اضرب عمه او بعض الاحيان في بعض الأحيان. بيحصل ايوه بعض الاحيان ايه اللي بيحصل انا بقول لكم بس عايزين نتعلم حاجه بسيطه لا 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 بص عايزين نتعلم حاجه بسيطه ان الولد بيفهم من بدري بيفهم من رد الفعل فلما يبدا يعمل الاسلوب ده او الحركه دي يبدا يعمل ايه الناس تضحك على فكره مفيش ضحك خلي بالك بقى من الحته الحته دي مفيش ضحك اضرب فلان ويضحك لا 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 خلي بالك لا اللي بيحصل حاجه ثانيه خالص الرادار ده بيشتغل ويبدا يبص على مين بيضحك على الفيس على ده مين رافض ومين قابل لو لقى في الوش مرتاح شويه خد حاجه دايما يقول عليها اسمها تعزيز او تدعيم فبالتالي السلوك ده ايه هيتكرر تاني ليه لانه عرف ان هو السلوك مقبول السلوك مقبول ازاي انا ما قلتلوش ان هو صح انا ما قلتلوش ان هو غلط انا ما قلتلوش ان هو حلال ما قلتلوش ان هو حرام لا ده هو خد تعبير الوش منه فلا ده مقبول فابدا اعمل ايه اكررها تاني فبالتالي انا لا انا واقف لابني مش هقول له ده حلال وده حرام خلال رد فعلي انا على اي تصرف هو بيعمله لو كان رد الفعل مقبول بالنسبه له حق عنده سلوك احنا في نقطة واقعة مننا انا كأب والأم هل في بيننا وبين بعض كده ولا بيننا وبين بعض كده هل انا في اتزان انفعالي جوايا وثقة في نفسي هتلاقي انا في يوم عمل سلوك معين بعاقبه عليه عشان جاي مضغوطة من الشغل متضايقة بابا مزعقني تاني يوم نفس السلوك هيعمله بس عشان الدنيا بالنسبه لي زي الفل طب خلاص انت هتعمله تاني بجد حبيب ماما طب خلاص ما عادش تعمله تاني اصبح هو عنده ده انا بتكلم على الشخص الواحد تخيلي بقى لما الاب والام واحد بيعاقب الثاني ما عاقبش واحد بيخطب والثاني بيشد فالى حد ما يبقى في تماسك ما بيننا وبين بعض انا كل اللي يهمني ان الانترنت الاستخدام السيء بتاعه لا فيه اضرار نفسيه واجتماعيه اللي اتكلمنا فيها سواء اضرار عقليه او تفاعل